السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام، الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. شركات تداول العملات أو الفوركس الموثوقة والمضمونة والمجربة المعتمدة الصادقة في المملكة العربية السعودية، ما هي وما هو أفضل وسيط فيها للتداول بالعملات والذهب والنقد والأسهم وكل الأدوات في السعودية؟ معلومة هامة جدا في البداية يجب أن أذكرها، وهي أن المملكة العربية السعودية لا ترخص أي شركات تداول أو فوركس بنظام الرافعة المالية العالية، يعني لا يوجد أي شركات مرخصة إطلاقا رسميا في السعودية تقدم تداولات عبر الإنترنت، سواء كانت العملات للذهب للنقد للأسهم لأي أداة برافعة مالية عالية 1 إلى 50 أو أعلى. لكن هناك شركات موثوقة مضمونة معتمدة ومجربة في دولة الإمارات، مثل الشركات المرخصة رسميا من سلطة دبي المالية أو من هيئة الأوراق والسلع المالية الإماراتية. من هذه الشركات الموثوقة والمضمونة والمناسبة للتداول في السعودية وكل دول الخليج العربي عبر الإنترنت برافع مالية عالية مع ضمانات عالية ومرخصة بشكل كامل، شركة اكس تي بي الإماراتية في دبي، مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية، إضافة إلى الترخيص الرسمي الحكومي البريطاني والإسباني والتركي والبولندي، إضافة إلى كامل الضمانات وكامل الخدمات والتنوع والمزايا. رابط التسجيل المباشر لفتح الحساب في شركة اكس تي بي الإماراتية في دبي www.saudico.com، موقع saudico.com، الرابط موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال عملية التسجيل وتفعيل الحساب. الآن نوضح هنا أن أي شخص يقول لك أنه في شركات فوركس أو تداول عبر الإنترنت برافع مالية عالية مرخصة في السعودية يحاول أن يخدعك. من أجل إيش؟ من أجل أنه يحصل على العمولة. الآن حالات النصب والاحتيال، هناك آلاف من الشركات الوهمية والنصابة، يعني أنت لما تفوت على الإنترنت تبحث عن أفضل شركات للتداول في السعودية بتلاقي نتائج بحث، وبتلاقي على الإنترنت إعلانات قوية لشركات معظمها شركات وهمية ونصابة. الآن موقع سعودي كو، في شركات موقع سعودي كو مجربة ومعتمدة وموثوقة للتداول في دول الخليج العربي من ضمنها السعودية، من أبرزها كما ذكرنا شركة اكس تي بي الإماراتية في دبي، المرخص رسميا من سلطة دبي المالية، مقرها في دبي، تقدم أفضل خدمات، عنوانها في شارع السعادة الطابق 12 برج الإندكس، وأبوابها مفتوحة للجميع في أي وقت، وأيضا مرخصة رسميا من الحكومة البريطانية والإسبانية والتركية والبولندية مع كامل الخدمات. لماذا يحاولوا؟ يعني كثير بتلاقي أنت تفوت، المشكلة اللي بتصير بالنسبة للمتداولين في السعودية انهم بيبحثوا عن شركات تدير المحافظ، يعني بيبحثوا عن شركات تدير لهم المحفظة او تربح لهم او تتداولهم بربح مضمون كما يظنون، لكن لا يوجد اطلاقا اي شركات تقدم إدارة محافظ بربح مضمون على مستوى العالم. أي شركة أو موقع بحكي لك أنا بدير لك المحفظة أو بستثمر لك أو بربح لك ربح كبير مضمون مقابل نسبة من الربح، وبحاول يخدعك فقط، تكون شركات وهمية ونصابة. لا يوجد هكذا شيء. إذا أنت ما عندك وقت تتداول، هذا التداول لا يناسبك. إذا ما عندك مقدرة واستعداد أنك تتعلم تحليل وتوصيات بنفسك من الإنترنت، فهذا لا يناسبك إطلاقا. أساس هذا التداول أن تتعلم الأساسيات والتحليل والتوصيات بنفسك من الإنترنت، وبمساعدة شركة وسيطة موثوقة مثل شركة اكس تي بي الإماراتية في دبي، وتتداول بنفسك فقط. طبعا آلاف الحالات من النصب والاحتيال. المشكلة هاي الشركات بعد ما تحط فيها الأموال، الشركات الوهمية والنصابة تضيف لك أرباح وهمية حتى تخدعك، ترجيك أنها ربحت عشان تحط أموال أكثر، لكن لما تيجي تسحب إما بسحبوا بجزء بسيط حتى يخدعوك، أو إنهم بيرفضوا السحب بحجة إنه عليك أن تدفع الضرائب والتأمين والأتعاب والرسوم وغير ذلك، وكل هذا وهم ونصب احتيال. طبعاً هذه الشركات كيف تخدع الناس بقوة؟ تكون موقع النصب احترافي، بتقلد اسم شركة موجودة أو بنك موجود في دولة خليجية، يعني ممكن تحط اسم شركتها أو موقعها على النت باسم مدينة في السعودية أو بنك في السعودية أو في الإمارات أو شركة مرموقة مرخصة في السعودية أو في الإمارات. شركة تقمص شخصيات الشركات والبنوك المعروفة في الخليج حتى تخدع الناس، وبتتصل من الرقم أحيانا ببين أنه رقم إماراتي أو سعودي، لكن هو في الواقع رقم اتصالات إنترنت، وهم بحطوا الرقم ببين زي ما بدهم، يعني بيكون على شاشة اتصال زي ما هم بيختاروه، يعني مجرد اتصالات إنترنت وهمية، بحطوا ترخيص وهمي. وأحيانا بتعاقد مثلا مع شخص عنده حساب بنكي محلي في السعودية، بيقولوا له استقبلنا الحوالات من داخل السعودية وخذ نسبة من العمولة إليك، هذا اللي بيصير، او مع مكتب خدمات ماليه حتى يخدعوا الناس. غالبا في الاساس عليك فقط ان تتعلم الاساسيات والتحليل والتوصيات بنفسك من الانترنت، ومساعده شركه وسيطه موثوقه وتتداول بنفسك. طبعا ننصح بشركه اكس تي بي الاماراتيه لانها واحده من افضل الشركات المرخصه والموثوقه والمعتمده من المركز العربي للرقابه على شركات فوركس اوبشن، وواحده من الشركات المعتمده في موقع سعودي دوت كوم وفي موقع سعودي كو، الشركات الموثوقه.
المجربه في دول الخليج العربي، مرخص رسميا من سلطه دبي الماليه اضافه للترخيص الرسمي للحكومه البريطاني والاسباني والتركي والبولندي، مقرها في دبي في شارع السعاده الطارق 12 من برج الاندلس، ضمانات ماليه كامله للمتداولين حيث انها تفصل اموال العملاء عن اموال الشركه وتطبق نظام التعويض النهائي حتى في حالات الافلاس او الانهيار. تقدم الشركه تدريب وتعليم وتحليل مجاني شامل للعملاء. تقدم ايضا شركه حسابات اسلاميه حلال وحسابات تجريبيه مجانيه وحسابات مصغره براس مال بسيط، وايضا عمليه السحب والايداع والتسجيل سهله وسريعه جدا مع افضل خدمات التداول المقدمه من هذه الشركه. رابط التسجيل المباشر لفتح حساب تداول تجريبي او حقيقي او اسلامي او مصغر في شركه اكس تي في موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، وهنا صراحه www.saudi.com موقع سعودي كوم، الرابط موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك ستتواصل معك الشركه لاكمال عمليه تسجيل وتفعيل الحساب. نتمنى لكم التوفيق ايها الاحبه الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.